فرصنا الحقيقه يا استاذ عصام استاذ جمال، منتخبنا منتخب قوي، منتخب دايما لما بيبقى بتسمع اسمه في بطوله الامم الافريقيه الدنيا ايه الناس كلها بتتفرج، هو عنوانه دائم الترشح يعني منتخب مصر مع فرق اخرى. استاذ جمال يعني اخويا الكبير واكثرنا خبره، يقول لك دائم الترشح. فرصنا يعني بقى المره دي مصر. لا انت كمان فرصنا المره دي، انت دائم الترشح ودائم الوصول الى مربع الادوار الحاسمه او المهمه. وبالتالي في السنوات الأخيرة أنت كمنتخب مصر وصلت إلى النهائي، ماشي، مع كيروش ومن قبله ومن قبله، يعني موجود في دائرة المنافسة، صح؟ فبالتالي أنا بشوف أنه أول هدف لفيتوريا لابد أن يكون، ويسامحنا إذا كنا يعني طمعانين قوي، أول هدف يتحط، ورغم ان البطوله تقام في كوت ديفوار وكوت ديفوار من المرشحين للفوز طبعا باللقب، منتخب قوي جدا، منتخب قوي جدا، ولكن من حقنا ان نطمع في الفوز باللقب ده رقم واحد. رقم اتنين اللي هي بعد كده بقى التاهل لكاس العالم اصبح وفق النظام الجديد سهل. ده مش سهل يعني، ممكن ما تروحش تلعب الماتشات وتصعد. لا يعني سهل يعني انت فرصك تبقى في اول مره في التاريخ يحصل كده، يبقى اصلا عندك تسعة كاس امم افريقيا، تسعة وشويه تسعة وواحده كمان، يعني حاجه كبيره قوي يعني. فبالتالي طموحات كبيره، وطبعا المنتخب بيضم زي ما حضرتك قلت فيه لعيبه على مستوى ولعيبه كويسه وكل حاجه، والفيتوريا في الفترة اللي فاتت هو بيؤدي زي ما احنا شايفين بيؤدي بشكل جيد، وعجبني ان هو موجود وهو بيشتغل وبيروح وبيدور بيقيم كثيرا في مصر وبيختار بنفسه وبيطلب من لجنة المسابقات انها تأجل له ماتشات وتعمل له حاجات زي ما حصل في الفترة الأخيرة بالنسبة ل اسبوع أجل اسبوع عشان لاعبنا اللي داخل. يبقى إذا طالما أنت بتلبى كل طلباتك المطلوب في الفترة القادمة حاجة كويسة تسعد جماهير الكرة المصرية. أما عن 55